هذا وقد أجرت كاميرا التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب بشأن مشروعات القوانين والقرارات التي تمت الموافقة عليها اليوم. النهاردة تم الموافقة على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2024 الخاص بتعديل المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية بالتعاون مع جمهورية مصر العربية. والهدف من هذا التعديل هو تعزيز برامج تنظيم الأسرة في بلدنا وتحسين جودة تنظيم الأسرة، استخدامها في تدريب الكوادر البشرية وتدريب التمريض، استخدامها في تطوير الأماكن العشوائية اللي بتقدم الخدمات الصحية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. الاتفاقات اللي تمت في خلال السبع أو ثمان سنين اللي فاتوا زي ما قلت لك تفوق 30 أو 40 سنة سابقين. طيب إيه فايدة الاتفاقات زي ما حضرتك سألت؟ أول حاجة دخل العملة الأجنبية لمصر. احنا في موضوع اتفاقات البترول بتبقى منقسمة الى اتنين، اول حاجة لا يكون بحث يا يكون تنمية. البحث اللي بيتيجي اي شركة اجنبية بتتفق مع مصر بعقد انها هتبحث على البترول في مساحة معينة، في 100 كيلو مربع، في 1000 متر، في ايا كانت المساحة. حركة المساحة دي بيحدد بعد كده يقولك احنا لقينا بترول في المكان ده او فينا اي نوع من انواع المحروقات موجودة، بيعمل اتفاقية تانية كل ده على حسابه، بيستخرج على حسابه ومصر تاخد النسبة بتاعتها في الاخر صافي من غير اي حاجة. فيقول يا رب من اتفاقيات كمان وكمان، وعايزين اكتر واكتر الاتفاقيات لان هو ده الدخل الحقيقي.